اخد كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك الاسبق والمدير الفني الكبير طبعا. كابتن صلاح مساء الفل. كابتن شبانة لسان حضرتك ومساء الانوار. مساء الورد. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنه طيب. وانت يا كابتن وعيد سعيد يا رب عليك وعلينا وعلى مصرنا الحبيبه والامه العربيه والاسلاميه كلها يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله محمد. كابتن صلاح ليك تعليق على موضوع سيف ومن قبله يوسف اسامه والاثنين كمان مش بس من الصاعدين المهمين في الزمالك او كانوا ركيزه من ركائز الزمالك الموسم اللي فات، ده كمان نجلي اثنين من نجوم الزمالك السابقين، يعني واحد ابن الكابتن فاروق جعفر بكل ما يمتلكه من اسم وتاريخ مع نادي الزمالك، والتاني ابن يوسف ابن الكابتن اسامه نبيه بكل برضه ما يمتلكه من اسم وتاريخ مع نادي الزمالك. تعليقك يا كابتن. والله انا يعني انا زعلان لان سيف مضى وخد فلوس مع بيراميدز. ها؟ مع بيراميدز؟ مش كده اللي انا سمعت. سيف مضى وخد فلوس وبعدين في تصريح من الزمالك من دقايق من اداره الزمالك ان هم كانوا مضوا على عقود وتمام خدها كمان ومشي، يعني مش لاقيينها. لا شوف انا بس مش عايز اكون مجحف في حاجه يا كابتن شبان، انا اقول لك ايه، اللي عايز يروح اي حته يروحها. تمام. ولكن نادي الزمالك اللي هو بقى المقوله القديمه مش هيعرف على حد، لكن كنت اتمنى من بدري القصص بتخلص. اللي اتربوا في نادي الزمالك يتعاقد معاهم بسرعه، وخاصه ان انت مش لسه هتقيم مستواهم ده. قعدوا معاك السنه اللي فاتت وخدوا دوري وكاس وكانوا شايفين الفرقه، اللي ما كانش فيه قيد وكان في ناس مشيت وناس مش عايزه تجدد، والقصه حضرتك عارفها دي كلها طبعا. لكن لما يجي عندك استقرار في حاجتين، يا انت عايزني فبتقعد معايا من بدري، يا اما انت بتحاول تغلطني عشان انا امشي، عشان ما انت بقى اللي سبت النادي ودي خش بقى في قصه الجماهير وبتحب فلان وبتحبش فلان. ولكن انا بقول لك، ولو اتمنى سيف يكون سامعني او يوسف نبيه، لو تقدروا تخليكم في الزمالك خليكم انه احسن لكم. لو ايه يا كابتن؟ لو تقدروا تكونوا في الزمالك بس خلاص يا كابتن. يعني انا اقول لك على خبر كمان، انه الزمالك حتى في ناس مقربين من الاداره تواصلوا مع اداره بيراميدز قالوا لهم احنا مش هنسيبه، لو انتوا عايزين قدموا عرض رسمي. حلو. ايوه انا عشان ادفع فلوس. عرض رسمي يا كابتن، يعني هو بيقول لك لا بشيك، يعني بشياكه عرض رسمي، يعني هتخش هقول لك 20 مليون وخدهم ولا يمكن كان لعيب لعيب في حضن. طب انا هسالك سؤال، هل رغبه اللاعب ترجح امنيته انه يقعد فين او يروح فين؟ يمشي يا كابتن بدليل انه راح ومضى وقبض. ما خلاص هي دي رغبته. رغبته ان انا اكون موجود. اصل يا كابتن لو رغبتي ابقى في الزمالك عارف كنت اعمل ايه؟ لو انا شبانه يعني ورغبتي ابقى في الزمالك او في الاهلي او في النادي بتاعي، ان انا انتظر يا كابتن لنهايه الموسم مش هيحصل حاجه. وانا فاتح برضو التفاوض الوكيل بتاعي مع الانديه الثانيه، مش برضو عادي يعني. لا ده الوكيل ده الوكيل ده اللي اسمه حازم ده هيروح النار. لا اي وكيل، انا ما بكلمش على اسم معين. لا يعني. انا بكلمك لا حازم بالذات، لانه هيخسر الاثنين، هيخسر الزمالك ويخسر بيراميدز. ليه؟ ما هو اللعيبه دي هو اللي موديهم، هو اللي واخدهم، هو اللي هيخسر بيراميدز ليه؟ ما هو قدام بيراميدز فكسب بيراميدز، هيخسر بيراميدز ليه؟ ما لو حصل بقى حاجه دلوقتي مش هيحصل يا كابتن، ما هو اللعيبه عقودها انتهت وخلاص ومشيت. ماشي، لو راحوا بيراميدز هيخسر الزمالك. طب انا بص، الوكيل عايز مصلحته وعايز مصلحته بس كده، لازم الناس كلها تفهم كده، مش موضوع انتماء. مش انتماء، اصل الوكيل يا كابتن كان اللعيب نفسه، ما انت ماشي يبقى الوكيل هتعاتب على الوكيل، ودي مصلحه ماديه ودي حقيقه وده شغله يعني. بيروح يعني سواء عشان برضه نكون منصفين، ده شغله يعني. انت اللعيب بيقول لك لا خلاص وديني بيراميدز، هتقول له لا خليك في الزمالك. بس انا عايز اروح بس اتجاه الجماهير يا كابتن شبان. انا قصدي يا كابتن صلاح عشان الناس تعرف، لو هو ليهم كيف للبقاء كان ممكن ينتظر لنهايه الموسم ويطلب برضه نفس الرقم اللي هياخده في بيراميدز. والله اكتمل النادي بتاعه في انه يدفع نفس الرقم، ما خلاص يبقى انا قدام حتى جمهور. ممكن يجي يقول لك انا مستقبلي والقصه انت عارفها دي ولازم كان حد يقعد معايا. يا كابتن ما لعبت الاهلي لسه مجددا امبارح عادي يعني. هو سيف جعفر او يوسف، هل اهم للزمالك من حسين الشحات واهميته مع الاهلي، او ياسر ابراهيم واهميته مع الاهلي؟ لا وانا بقول لك من دلوقتي عادي ممكن يعني. اساريو ما يعجبوش السيستم اللي هو بيلعب بيه دلوقتي، ان سيف يكون موجود مثلا، ممكن لان هو بيلعب بطريقه ثانيه. انا بس اللي ضايقني ايه، انه اللاعب ظهر مع اداره الزمالك انه هيجدد من يومين ثلاثه في فيديو ثم رحل.
فيعني خلاص. انت بتحط طبعا النادي واداره النادي في موقف حرج جدا قدام الجمهور، وبتبين ان طبعا انت كنت طبعا بتجاري بس القعده كده وانت مظبط، خصوصا لما نعرف انه كان ماضي من شهور وقابض الفلوس وماضي ب 8 مليون وقابض 4 مليون، كلام كتير بيتقال كده سواء على سيف او على يوسف. لكن السؤال، هل الزمالك سيتاثر؟ هل تعويض اللعيبه دي؟ لا 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 لا، انا بصم لك، لا 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 لا، مش عشان سيف ويوسف، من اي حد، لكن بدليل تعويض الناس كلها اللعيبه دي يا مشيت. كابتن ما فلوس كتير عشان تجيب لعيبه بنفس الكفاءه وبنفس ال حلو قوي، وتجيب اللعيبه اللي هتنفذ سياسه الراجل دي، المهمه جدا دلوقتي. فكره هو لان هو ماشي بخطه سليمه قوي وواحده واحده، بس هو عايز القماشه اللي تقدر تعمله اللي هو عايزه، وبعدين يتحاسب عشان ما نرجعش نقول ها. حسيت انه الفرقه افضل في ماتش فاركو يوم ال لا لا، وقبل كده وقبل كده، خلينا نتكلم على فاركو. الزمالك كسب فاركو 3-1، وفاركو كمان منافس مش سهل يعني، مع وكان الكابتن كان طارق العاشري الزمالك قبل كده مستقر. ثلاثة، لا كان كسب الماتش اللي قبليه ثلاثة الزمالك. لكن أنا بقول لحضرتك اللي يطمنك دلوقتي إن الراجل شغال كويس، بس إن خد بالك عدد فاركو كان كسبان الزمالك في الدوري 3 ثلاثة، فلما يواجه الراجل ماشي الزمالك إزاي؟ تاني بذاكرة الثلاثة اللي كانوا برضو قريب، فبروح مختلفة، فيتفاجئ بأداء الزمالك اللي كسب 3. هل في تطور شوية في أداء الزمالك حاسه؟ في تطور، في كمان تطور في البوزيشن بتاع اللعيبه، ما بقاش في حاجه ثابته. ما تلاقيه مثلا زيزو دايما وينج رايت، ده النهارده زيزو تلعب تحت راس الحربة، زيزو ممكن تلاقيه برضه وينج رايت وبيبدل. فتوح دي فتوح كان نجم على اعتقد الماتش يا ان هو كابتن، بتمزج منها، هو يعني بيبين لك الكره بتاعته، وراجل بيدافع كويس ودماغه نظيفه جدا، فبيعرف ينفذ اللي هو فتوح مطلوب كان نجم منه، الماتش هو مصطفى شلبي بصراحه، بدليل حتى كمان ابتدى يقرب من الجول، بيجيب جول الماتش اللي فات جول عالمي واتلغى خلاص. لكن انا بقول لك فتوح مع جول زمالك، تمام، عشان انا سمعت حاجات وتوقع وما وقعش، مع جول زمالك. بس اللعيبه دي يا كابتن شمال عايزه الناس تقعد معاها وتقدرها وتقول لها انت مهمه في نادي الزمالك، انتوا نادي الزمالك، تمام. عشان ما تجيش بعد كده يقول لك ده نادي الزمالك اللي بيمشوا، ده نادي الزمالك اللي هربوا. لا، اديني وقتي، ولو انا قلت لا اطلع قول انا قلت لا، لكن انت اقعد معايا. وانا بقول لك ما فيش لعيب هيجدد او يقعد وهيشرط على نادي الزمالك فلوس او حاجه، الا لو كان جاي له حاجه اكبر بره نادي الزمالك، فهيقعد بقى. يعني يقول لك الاحتراف شيء والانتماء شيء تاني ومش عارف ايه الحاجات بس دي يا كلها. كابتن عايز اقول انه الانتماء للاهلي والزمالك يعني بص يساوي كنوز الدنيا، يعني خلينا اللي هو نعترف ايه؟ البقاء والانتماء والاستمرار في اهلي وزمالك بالجماهيريه وبالتاريخ يا كابتن. وعندنا مثال حسين الشحات اهو، يعني كنت لسه بقول 14 ولا 13 مليون 300 400 الف دولار دلوقتي، لو هو لعب بص في اي مكان بره. مش اتفضل. مش هياخدهم فين؟ مش هياخدهم بره النادي الاهلي، يعني مش هياخدهم يا كابتن في قطر ولا في الامارات ولا في السعوديه؟ لا سيبك، لا الكلام ده العربيه دي حاجه ثانيه، لا ما انا مصر. بقول ما هو العروض اللي بتيجي يا كابتن في الدول العربيه، يعني انا اقصد اقول ايه؟ يعني لما انت يكون عندك رغبه في الاستمرار وبتشتري النادي، ده شيء لازم يكون جواك النزعه دي، عشان كده حضرتك في بدايه الكلام بتقول لي ايه؟ كان انا عايز ولاد النادي كانوا يكملوا، ليه كلمه ولاد النادي يا كابتن؟ عشان الانتماء ده. حلو تمام، بس انت قدرني. ما انا مش عايز ارجع لورا يقول لك بس مستقبلي ومستقبل ولادي ومش عارف القصه انت عارفها دي. لكن النادي الاهلي بيدي 14 مليون، لكن في 10 ثانيه او بيكسب 15 بطولات. طبعا بيكسب بطولات لا. واعلانات. لا وفي اعلانات مظبوط وبتاع، بس هو مظبوط. السقف واحد. مظبوط يا كابتن، مظبوط يا كابتن. عموما هنشوف الايام الجايه هتكتب ايه للزمالك. انا بشكر حضرتك نجمنا الكابتن محمد صلاح المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك.